بسم الله الرحمن الرحيم إن خيتم يجو الله أنت أرتا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره بق الله بيرك خاستم الله بق تن خاستم بوي تنقر غو الله خوي تنقر جيش ترق ديو خوي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إشتا الله أتلر لوي ويسنو عشان غو بلخشخ ويقر يول شل هو عمل شخ من يهده الله فلا مضل له بقول الله نيسنرك نيسنق بلرك قلوة قد تعاموات ومن يضلل فلا هادي له الله وقلوة قنرك تلر شعبنرك نيسوة تعاموات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أسبق الله تيوش المدو الله وزرك شين عبادة تحق دوش تعاموات وحده شا تعوي لا شريك له تعاناق وستأواتن وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إشتا أستويش المدو محمد تن ليخ لرت تن إلج لرت أما بعد توضع وإن علغادو شرح ثلاثة الأصول وأدلتها أوشد الجين رجينا ثلاثة الأصول وأدلتها يزمرك شيخ محمد ابن عبد الوهاب الله قلغي تنبويتنا نخش مهتداق شاء الأصول بوشد الجين معنا بوخ بوغ دوئي كورتون دوئي ثلاثة الأصول وأدلتها إعجاء قبوخ بوي شي دليل شتاني هر ثلاثة الأصول معنى شحق دوشج إجيم جين وين قية تأديش يازن شرح ديوشن دوي هر شرح يازنرك شيخ هيثم بن محمد جميل سرحانو الله وقل غيثم بلتنف الله الله تأول زوين الله يبوربانس ديش دولي دوي مقدمة بين يدي الشرح وين حلقة يو الشرح ديش حلقي دو حر هرجين يازدنر ملو عقدي دوي مؤلف هذا المتن شيخ الإسلام ومجدد دعوة التوحيد شيخ الإسلام ويز توحيد دينويش توحيد دي دعوة دينويش كارل دوقش وإنقويز الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي كنيته أبو الحسين كنية أبو الحسين خلا ولد في عيينة سنة 1115 عيينة أول شول غالع بنائزة تعزر بابخي طول شرح وتوفي في الدرعية سنة 1206 هجري إشتا بعقلان إذا درعية أول شول ميتع تعزر شبعة يالول شرح الله إن غيتم بوتنا الله يهجع دوتنا تأقى هر أصول الثلاثة ويول يلي بخي خاطر حق دو شيخ هيثم سرحانو هو بخي خاطر دو دو حر خاطر لماذا ندرس التوحيد التوحيد وي عام در هو بحندو هند عام ديش دو وي ايج اتخاطر جوابوش وين دال دو تسو وي التوحيد عام درن كويرت بحنش سارا ليت دو تسو دو وي دو حر لأن الله خلقنا من أجله التوحيد دع قيلا دوي الله ويقوتش درهم ويقوتش درهم شلغة لا يقبل الله أي عمل إلا به الله تا عمل قوبل يشميات التوحيد دوي قولها لا يدخل الجنة إلا مواحد يلصمني تا سك تشوع غير موات مواحد شبي مواحد أشبو أشا خيل ما ديزش يتتوحيد خلرش دي ألغى سبب لتكثير الحسنات سبب لتكثير الحسنات التوحيد بحن ضحونا حديك عمل صوي يالر وسبب لتكثير السيئات إشتا التوحيد بحن ضو حق إن واشن الله جاشتر يالغوا سبب لهداية واستقرار الأمن إباحن ضحون نيس نق نيس نقحون الله بلرن حووشون الشخص وعالش ورن سبب لطمأنينة ورغل إذ باحن دوحونا حدك جع دائما برغط وخلر بارخولا سبب لشفاعة النبي إشتا إتوحد باحن مدو بايمر صلى الله عليه وسلم قيمة تيناح ودير شفاعة درن مبقي مبقي شول خاطرة سبب اختيار دراسة هذا المتن في بداية الطلب دوحر علم عام دوولوش حق متنة إير حق جين إير دعوه لغر هو بحن دوي
اعتناء سلفنا الصالح وعلمائنا من أهل السنة والجماعة بهذا المتن المبارك لما فيه من النفع والفوائد العظيمة. والسلف أهل السنة والجماعة علم ناخ او تدميلات تدميلو تشغله رجعين هنزة تارش او لورش دوئي تار بيركتي ألا أغجينا بيركتي دو ألا تار هرجعين جوغ هند ألشا شورت بيد حقوشين شلاتا بعندوش التي جعلته قاعدة ينطلق منها طالب العلم ويبني عليها تحصيله العلم الشرعي أتو خلت هرجين حلخر علم عم ندعولوش وستقى سنتير دعولوش فنحن نتأسى بهم ونخطو خطوهم في هذا المنهج تأق أتعيلا ناقوين رحيغا بيشخج حق جيني تير ويدعدو لردوش ويتر بلق دوخ تارجر مسألة يتوي كما أن عوام الناس أيضا لا غنى لهم من دراسة هذا المتن وما يحتويه من الأسس التي لا بد أن يؤمن بها إيمانا جازما لا يحتمله الريب ولا شك تأق كاستن أتطلب العلم شانتويز أتمتعلم شان عامدش تأش دويتي هرجين إلتشا دات هور بوصل استقامت إعدوهر عامدر هند إلتشا حق جين وشين شلاتا هور بوصل استق قوتشوش إيمان ديل ديش مسألتش شي تاني تحا تايب شي كوا يوتش إشتا حاغدي دوي حق متن دو يتميز هذا المتن وكتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عامة به حق متن تشوح يوخا قد عدو شيخ محمد ابن عبد الوهاب بجين شكاها كاستن تعديكم نفس حق دو عيلم ناغ شهدو إلتشا دو حرى السهولة والوضوح دو حرى أهت خلري قيت بي خلري هورستغا شلغة ذكر المسائل مقرونة بالدليل مسألة شي دليوش تاني عغن خلر قولغة يجمع المسائل ويرتبها ويذكر لها عددا ومن ثم يبدأ بالشرح مسيت مسألة دالدوي يوخ ديقش قول اش ديق ديوقي تانيو قاق استن ببيش غناق استن بوي وين قيتي تاهت خلت يوخا اتمسألة شن شرح دوالو شيخ الاكثار دي اول بعنا الاكثار من دعاء لقارئ والمستمع لمؤلفاته شيخ يازن شورت دعا نشكر دوين تنجينش ديوشوش شانتيرا لدوخش شانتيرا تأقى قول خاطر دوحر خاطر ويا توحيتون عام دوال خاطر در شولغا حق جينتير دعون دول ويعلم عام دولو شانع الخاطر در قول خاطر التعريف بأصول الثلاثة هر أصول الثلاثة حقن هم عنده حنغ لياتي هر إلتشا الأصول الثلاثة باختصار هي أسئلة القبر ثلاثة دوت حق لكا إذا كشتع ويقذور دو قو خاتر دو هو خاتر دوش دو حر خاتر من ربك عديل ملو شول خاتر ما دينك حدين هدين دو قو الخاتر من نبيك حبيمر حقلش ملو اشتا دي الخاتر ما هي ثمرة التي نجنيها من دراستنا لأصول الثلاثة؟ هبو بيد هبو إبيد ويهر أصول الثلاثة عامع وين خربول مش تقوشر دو إلتشا أنك إذا تعلمت أصول الثلاثة بقل أهر أصول الثلاثة عامع ثم عملت بها تنس عمل إياح ثم دعوت إليها قيش ناغن أعز دعقاجع ثم صبرت على العلم والعمل والدعوة تلتع حصوب ريئ خلاع أتعلم عام يرتع عمل يرتع دعوة ترتع أجبت بإذن الله عن أسئلة القبر الله بوربانسا أتكشت وحي خواتا دو قأخاترا جوا بوردوع بخيلو خاتر فهرسة متن الأصول الثلاثة يقسم هذا المتن إلى خمسة أقسام وهي بخيلو خاتر جيني شلات سمعليكتو هور جين ديش وولو شغيناح أت جينا شلات سمعك حجو يسحو هر جين بقي ديق ديق لشدو دو حرى المسائل الأربعة سورة العصر دو حرى دي خاتر العصر وولشتو سورة قرانشور
سوچور حقيقة تو دي خاطر غليات دو جو حدق شولو داقة المسائل الثلاث أقسام التوحيد قو خاطر يو قو خاطر دو أجا توحيد ديقش غليات دو زردو توشيين شوح أهمية دراسة التوحيد قو لغنك داق سوچوها توحيد عاندر كويرت خبر دو دو داقة الأصول الثلاثة أسئلة القبر قو بوخ بو إذا ويحاغ مدارة كشجر خاتر تشتخيدو بخي أغداقة الخاتمة شقية جيني شقية غلو أتبخي إديق شوح ويسيين غليات دو يسردو إلتشا دو حر دي خاتر إغار قوي المسائل الأربع إدي خاتر دو العلم علم عامدر العمل العمل به تنسان عملر الدعوة إليه ناغي إدعقا أجدر والصبر على الأذى فيه أتنيق دي حين دعي تشل خلونش حلخة صبر يخبر شلغة المسائل الثلاثة لرقوي قو خاتر إقو خاتر دوحر خاتر التوحيد الربوبية والأسماء والصفات توحيد ربوبية شيخ وتعجم تيحة معنى حدو استردق يدلاحة ويدوت سحق ديشة توحيد الربوبية بوش شو معنى إذا الله تسع وردو شادو أدم توقول يقول شيك إتسع خلر مسارنا رزق له توي شيك رزق له شيك إتسع خلر دول هم حقدين انجاليو دي شيرك إتسع خلر أعقوب الدرة إذو توحيد الربوبية والأسماء التوحيد والأسماء توحيد الأسماء والصفات بوش شو معنى سوين خائتن يول شيتيرش صفتش قوتشوش دوزين معناش تاني تو الله تحنيخ تو الله تحنيخ غير قوبل در إدو توحيد الأسماء والصفات شو الله خاطره توحيد الألوهية دو توحيد الألوهية بوغا عبادة الله تعور بوغ دو تنتحني باي عبادة أعتدر قولها البراءة من الشرك وأهله بالقلب واللسان والجوارح قولها الشركة تن أهلنا غا دعق أستردو إدعق أستر خلش دعون دو حرا دق تاني شولغ مت تاني قولغ ديغ تاني قولغ داقة أهمية دراسة التوحيد الجواب على السؤال لماذا ندرس التوحيد قولغ داقة توحيد عام درا كويرت خلردو قولغ جديق وين خوئي تردو وإي توحيد هم تعام دديس دي أولغ داقة الأصول الثلاثة إلى روي دوت حقدشة الأصول الثلاثة باختصار هي الأسئلة القبر الثلاثة دوت حقدشة كشجع ويقدر دو قوخة تردوئي دو عرخة ترمن ربك حدي يلملو شولوخة ترما دينك حدين هدين دو قولوخة ترى من نبيك حبا يمر ملو تخي أولغ داقة شقيه إلى روي الخاتمة من قول المصنف رحمه الله والناس إذا ماتوا يبعثون إلى آخر المتن شقي دعي والله جين يزين جون ديش نشتيرا أدمش ديو شلتح يخ حلغو تردوش مدو إشتا متن شقي الله وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم.